سلمى، اولا الف مبروك، الله يبارك بنبارك فضلك. لك على الانجاز الهايل ده. وكلمينا كلمينا اعرفينا عن نفسك الاول. سلمى أيمن، عندي 18 سنة. بدأت الكوميديا وأنا عندي 14 سنة. في الأول كنت بلعب سباحة من وأنا عندي 3 سنين، وبدأت أخش الخماسية وأنا عندي 14. ايه اللي خلاكي تخشي يا خماسي؟ يعني ليه بتلعبي كل الرياضات دي لما كان ممكن انك تركزي في واحدة؟ كنت كويسة في السباحة، في كابتن شافني دخلني أجرب بطولة ثنائي جري جري والسباحة. بدأت أحقق فيها ميداليات، فبدأت بقى أخش الرماية والسلاح والفروسية، بدأت بقى أكمل المشوار. يعني أصعب من إنك تركزي في رياضة واحدة، هي بتتمرني في العدد ده من الرياضات، معرفش بقى طريقة التمرين إزاي، يعني كل رياضة منهم محتاجة عدد تمارين معينة، ولا احنا بتعملي إيه؟ بنتمرن كل يوم، هو يوم الجمعة بس اليوم الأجازة بتاعنا. مثلا بنتمرن السباحة الفجر كده، نروح نرجع تاني مثلا نتمرن سلاح وجري وسلاح وفروسية حسب بقى بقية الأيام. يعني وبعد كده تروحي بعد كده نروح بقى تاني يوم نفس الكلام، سباحة وسلاح فروسية رماية كده. المنافسة في الأرجنتين شفتيها ازاي؟ هي المنافسة كانت كانت عاملة ما ازاي؟ بيني وما بين فرنسا والمجر تحديدا والصين، دي كانت دول المنتخبات القوية، دول يعني الدول دول كانوا القوية. اكتر، واسبانيا كانوا اكتر دول شايفاها يعني كانوا جامدين، بس عشان بنت اسبانيا كانت واخدة تاني بطولة عالم ناشئين، فبرضو كنت حاطاها يعني في دماغي. بس حطها من ال يعني ده التحدي، ده التحدي اللي انت كنت بتواجهيه.